النادي الاهلي باذن الله بيواصل تدريباته استعدادا لمباراه سموحه الخميس القادم وعوده اللعيبه الاساسيين او البدلاء لمباراه سموحه. خلاص مباراه سموحه ومباراه البنك الاهلي استعداد لكاس العالم للانديه والاهلي بيرجع للتشكيله الاساسيه. طيب الاهلي يشكل المكتب التنفيذي برئاسه الاستاذ العمري فاروق نائب رئيس مجلس الاداره. فاكرين لما قلت مع الاستاذ عبد الناصر الكابتن محمود الخطيب رافض تشكيل المجلس التنفيذي لحين عوده الاستاذ العمري فاروق؟ وقد كان النهارده في تاني اجتماع بوجود الاستاذ العمري فاروق تم تشكيل المكتب التنفيذي للنادي برئاسه الاستاذ العمري فاروق، الاعضاء خالد مرتجى امين الصندوق مع حفظ الالقاب، محمد شاه عضو مجلس الاداره، ومهند مجدي عضو مجلس الاداره، ومحمد الجرح عضو مجلس الاداره. كمان مجلس الاداره وافق ان الكابتن محمود الخطيب يتولى مجلس اداره شركه الاهلي للانتاج الاعلامي، والعمري فاروق نائب الرئيس يبقى منصب العضو المنتدب للشركه، والمهندس خالد مرتجى امين الصندوق موجود معاهم في الاعضاء، ومحمد الضماطي ومي عاطف عضوي مجلس الاداره يبقوا اعضاء في الشركه. طيب ده موضوع واضح جدا جدا جدا، يبقى كده الاهلي عنده يحيى راشد ده رئيس مجلس اداره شركه الاهلي للخدمات الرياضيه، والاستاذ ياسين منصور رئيس مجلس اداره شركه الاهلي لكره القدم، وايمن اسماعيل رئيس مجلس اداره شركه الاهلي للمنشات الرياضيه، والكابتن محمود الخطيب رئيس لشركه الاهلي للانتاج الاعلامي. الاستاذ بدر حسان، الاستاذ عبد الناصر زيدان الحمد لله بخير، اصيب باوميكرون لكن الحمد لله الامور احسن، ودعواتكم لي باذن الله للشفاء سريعا ان شاء الله باذن الله. الحمد لله بيتحسن وان شاء الله قريبا جدا يكون موجود هنا مع حضراتكم باذن الله. طيب عايز اطمنكم ان الدكتور احمد ابو عبله طبيب النادي الاهلي تواصل مع بدر بنون والحمد لله الامور الصحيه احسن. كمان تواصل مع علي معلول والذي اكد شفائه من فيروس كورونا، يبقى علي معلول شفي من فيروس كورونا الحمد لله. النهارده اللعيبه بتتمرن بشكل كويس جدا، النهارده كان في تصريحات مهمه لقفشه. قال حزين على رحيل كهربا، قال البعض بيحاول يستغل افساد علاقتي بيني وبين محمد شريف معرفش ليه. موسيماني مدير فني واعي ومحترم وبيدي لكل لاعب حقه. حزين على استبعادي من المنتخب لكن مش برد على حد، وكان نفسي اكون موجود في قائمة المنتخب لان انا 25 سنة كنت حابب ابقى موجود. فكرة صلاح يختار التشكيل ده امر يعني مستحيل وما بحبش ارد على الحاجات دي كلها، وعبد الله السعيد لاعب كبير وما ينفعش. بتابع مباراة المنتخب وبتمنى فوز المنتخب بالبطولة. يمكن اعتقد الناس ربطت شوية تصريحات قفشة بتصريحات باسم مرسي، فاكرين باسم مرسي لما سئل قال لك مش متابع؟ لا قفشة متابع وبيتفرج. طيب دي تصريحات قفشة. النهارده برضو فوجئنا بالكابتن محسن صالح عضو لجنه التخطيط في النادي الاهلي بينزل تويته ردا على موسيماني. تويته كان مضمونها لا، اللي بيدرب النادي الاهلي ده شرف ليه واتحط بطولات اسم النادي الاهلي. كابتن محسن صالح كتب وقال بطولات النادي الاهلي في الالفيه الجديده، حط بقى العميد جوزيه 20 بطولة ومساعده البدري 9 والمتدرب جريدو 2 والواعد محمد يوسف 2 والمنقذ زيزو 1 والمبروك 2 والعائلي فايلر 2 ومارتن وديكسي اوليفيرا 1 وقبلهم الجنرال 6 والسايس وشوي وانور 1 وبيتسو 5 بين قوسين يا بخت وهناه اللي يدرب الاهلي ده يوم مناه. هكذا كتب محسن صالح عضو لجنة التخطيط أو رئيس لجنة التخطيط في النادي الأهلي، ولكن هذا الأمر أغضب الكابتن محمود الخطيب بشدة وأغضب المسؤولين في النادي الأهلي، وعلى طول كان في اتصال مع الكابتن محسن صالح، واللي قال إن ما كانش قصده الهجوم على موسيماني ولكن بيرد بحسه الأهلاوي المدافع عن كيان النادي الأهلي، ولكن قال أنا بعتذر لم أقصد ودي مش أخلاق النادي الأهلي، وعلى طول حذف التويتة. حذف التويتة، هذه التويتة اللي قلبت النادي الاهلي. وهنا برضو نتكلم بمنتهى الامانة، كابتن محسن صالح له منا كل تقدير واحترام ولكن مش من النادي الاهلي اللي يرد. خليني اقول لكم الكابتن محمود الخطيب واخد قرار عدم الرد في اي وسيلة اعلامية على تصريحات موسيماني او التعقيب عنها، فما ينفعش كابتن محسن صالح ترد وتلقح وترد بالكلام ده، فما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش. كابتن محسن صالح جانبه الصواب في هذا الامر بمنتهى الامانه عشان بس الناس تبقى واضحه، وكابتن محمود الخطيب ابدى حزنه بشده بشده لهذا الامر، وعلى طول تم حذف التويته.